واحد بيقول انا من اسيوط واول مرة احضر لقدس شرفت وباركت احنا سعدائنا باخواتنا الاصيفة نحن بلديات يا ولد بيقول ارجو من قداستكم الاجابة على السؤال لماذا لا توجد رسومات على جدران الكاتدرائية بالرغم من وجود مساحات في الجدران هتلاقي رسومات في الازاز الكبير ده اللي فوق ده ورسومات هنا الكاتدرائية دي مساحتها فدان من جوه فدان يعني 4000 متر او اكثر والشرقية من جوه ارتفاع ضخم عشان نعمل رسومات دي قصة طويلة تاخد مدة ومع ذلك بنعمل الرسومات واحدة واحدة تاخد مدة ده في كاتدرائيات بنيت وشطبت على مدى عشرات السنوات على بال ما خلصوا الايقونات بتاعتها مش زي كنيسه صغيره الرسومات اللي فيها تتعدى على الصوابع او مساحه قليله في حاجه ضخمه يعني شوف الحيطه دي قد ايه ودي يعني برضه وشوف الشباك ارتفاعه قد ايه وعرضه قد ايه معلش ان شاء الله في صلواتكم الحاره لان طبعا اسيوط فيها حرارة اكتر من القاهرة هقول بصلواتكم مش هقول بتبرعاتكم احسن ما تجيش تاني وتردي المرة الاولى والاخيرة احنا المسألة مسألة وقت بس مسألة وقت